السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عبد الواحد التصوير، بالتعاون على طول مع شركة نيكون وشركة جودوكس للإضاءة. مثل كل أسبوع عم نحضر فكرة جديدة نصور فيها، يمكن على البعض ما تكون فكرة جديدة، بس في ناس نقدر نعطيهم شوية أفكار ليقدروا يبلشوا التصوير. الآن بدي أحكي اللي حأحكي هلأ شيء، وأرجع بآخر الحلقة أحكي كمان إنه الأسبوع القادم ما حيكون في عنا يوتيوب، لأنه بعدها بأسبوع حنكون عم نجهز لمسابقات اليوتيوب ومسابقات الإنستغرام زي أول. بالإضافة كمان نشكر الأخ محمد قحوي، شكر جزيل جدا على اللي عمله بالنسبة للفيديو اللي بيقارن بين RS2 والRS3، حتشوفوه على ستوري بورد تبع إنستغرام عبد الواحد، وأكيد فيكن تلاحقوه على الانستغرام تبع محمد القحوي. فاللي حابب يستفيد ويعرف الفرق بين RS2 والRS3 الجيمبل اللي نزل من دي جي اي الجديد، في شوفه على ستوري بورد تبع الانستغرام تبع عبد الواحد، او في لاحق محمد القحوي يشوفه هناك كمان موجود. فاذا اليوم حبينا نصور شيء جديد، يعني فكره جديده بعد ما عملناها كثير. قلنا اخذنا كيك، هنحاول نصوره بطريقتين، طريقة ستروب لايت وطريقة كونتينيوس لايت، وكيف فينا نفوت أفكار جديدة تساعدنا على حل مشاكل في التصوير، وخصوصاً فوتوغرافي أو يلي هو تحت البرودكت فوتوغرافي، بس هو سيكشن صار خاص جداً 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 يلي هو الفود فوتوغرافي، وبيتقسم لأقسام كبيرة، بيتقسم لمنيو، بيتقسم للايف ستايل، بيتقسم أشياء جداً ضخمة ما حنفوت فيها، لأنه الأخ عثمان كان وعدنا يكون معنا، بس للأسف اضطر أنه يأجل، فاضطريت أنا أقوم بالوركشوب. إن شاء الله بالأيام الجاي والحلقات الجاي يكون حبيبنا كمان الأستاذ عثمان بواجيه موجود معنا وهو يصور، لأنه بروفيشنال بهالشغلة. اليوم بدي استعمل Z7II ماكرو 105 ومعي الترايبود يلي هو البينرو بس كربون فايبر، ومعي كمان جودوكس AD 400 برو حنستعمله منشان ستروب لايت، مع الجودوكس السوفت بوكس اللي هو 50-70، وزي وزي بيتفتح مثل الامبريلا يعني، فسهل جدا انه يتفك ويتضبط، وخصوصا اللي بيصوروا فود فوتوغرافي بيكون عندهم سهل الاستعمال، خصوصا اذا بيروحوا برا استوديو تبعهم بيصوروا بالكافيهات او شيء، فبيكون عندهم AD 400. انا حصور اليوم حستعمل فلاش واحد. مبدا الفود فوتوغرافي بيجي من انه في عندنا شباك نازل منه الضوء قدامي، مثل ما بيقولوا الطاوله، والشيف عم بيطبخ، فاذا انا عم صور من هون الضوء جاي من الشباك، اذا حنستعمل ضوء واحد يعني يلي هو كانه ضوء شمس جاي من الشباك. حستعمل AD 400 معي بلكسي جلاس اسود مشان اعمل انعكاس خفيف، و انعكاس خفيف حيكون على الطاوله. حستعمل هاخذ الكيك يلي هي التارت ستروبري تارت، ونشوف اذا حطيناها هنا، وحاخذ مباشره F8، هفتح كاميرتي. اول شيء لازم اعمل جود اند نايس بوزيشن للكيك، وهاخذ F8، هحط F8 شطر 125 او 200 ما عندي مشكله حسب الكاميرات تبعكم، وببلش اخذ فكره. اول شيء اعمل كاد تبع الكيك، تمام. هلا لازم انزل شوي هيك واعطي مساحة أمامية، أو حط الكيك شوي لعندي. أخذت F8 مشان يطلع عندي شوي depth of field، لأنه في عندي انحناء بالكيك، وحأخذ مثلا هيدا اسمه B، حنحطه بداية 1/16 ونشوف شو حيعطينا نتيجة، تمام. إذا أول صورة بناخذها لنظبط حالنا ونشوف اذا نحن بجود بوزيشن. على ال16 بنكبر الصوره شوي، الانعكاس حلو
التاتشات على الستروبري كمان حلوة. عندي شوية خيالات على جنب فيني اتركها وفيني حلها برفلكتر. خلينا نشوف مع رفلكتر شو حيعطينا. إذا حطينا رفلكتر من هون وأخذنا صورة ونعمل مقارنة، بدنا مع رفلكتر ولا بدون رفلكتر؟ نشوف اللي قبله معه. مثل ما ملاحظين هون ومثل ما ملاحظين هون، بعتقد ما في فرق كتير إلا على الجوانب، بس أنا حبيتها مع الرفلكتر أكتر، يعني بيّنت أكتر 3D. طيب الآن شو فينا نعمل بعد؟ شوفوا المبدأ بتصوير الفود فوتوغرافي سهل جدا، يعني هو أهم شيء عنا كيف يكون السيت اب تبع الفود، يعني نفسه السيت اب تبع الفود. إذا لو جيت أنا بعد من فوق أكتر واخذتها للتارت واخذت صوره الان، شوفوا الفرق انه انا عم بطلع اكثر لفوق، يعني عم فرجي السطح اكثر من تحت. فاذا بحطها مع هي بتشوفوا هيدي القديمه وهيدي الجديده. اكيد لاني انا هلا بالطول، التارت هي بالطول او بالعرض هي جاي، فما حيختلف معي كثير لانه المساحه اللي فوق مساحه خفيفه شوي. طيب الان طالما زبط عندي هذا الشيء، شو فيني بعد اعمل؟ فينا نقول له لمحمد يساعدنا شوي، اذا برش لنا شوي طحين من الخلف مثلا، يعني بناخذ الطحين وبنرشه من الخلف. شوفوا السوفت بوكس جماله كيف عطى على الستروبري. اذا بكبر الصوره، كبر الصوره، بشوف التاتشات تبع السوفت بوكس اجت على الستروبري. كل التارت طالعه بتجنن، كل شيء فيها ان فوكس. اذا بدي اخذ الفوكس لميلي اعلى اللي هي الاماميه مثلا، فيني هلا صرت العب بفتحه، فيني اعلي الفتحه، فيني صغر الفتحه، فيني اعمل اللي بدي اياه، فيني اعمل اوتو فوكس ورا، اوتو فوكس قدام. يعني مثلا لو بيجي بفتح على اف 3 مثلا، اذا بفتح فتحتي على اف 3 وبصور، اكيد هلا الاضاءه صارت جامده كثير، فلازم انزل باضاءتي كثير. فأنا هلأ واحد على 16 عاملها واحد على 128، وأخذ تيست وأعمل صورة حيطلع معي. شوفوا بس هلأ فيني أعلي الضوء أكتر شوي، بس شوفوا ورا كيف صار أوتو فوكس. إذا بحطها مع اللي قبلها، لاحظوا هون الخلف فوكس وهنا فوكس، هنا أوتو فوكس، هنا الفوكس. وفيني أعمل العكس، فيني أعمل هون الفوكس وهون الأوتو فوكس. هيدي كيف تعملنا اياها فتحة العدسي. بس انا حصور على F8 لانه بهمني المنتج كامل، فحارجع على F8 واخذ باور تبعي كان واحد على 16، ناخذ تيست وناخذ الصوره قبل ما نرش الطحين. فاذا مثل ما ملاحظين الريفليكشن حلو كثير، الباك جراوند سوداء، والشو اسمه واللي حاطين عليه الكيك اسود، فكانه طالعه كثير 3D. هلا بنقول لمحمد يرش لنا شويه طحين. حنحاول نرش الطحين حوالين اللعبه. يلا 1 2 3، بعد وحده، وخليك على ما تقرب عليها، خليك ورا بس محمد. نحن جبنا مصفاية الشاي وحطينا في طحين وعم نرشه من ورا قد ما فيك. وسع البيكر، ايوه وسع. 1 2 3، ارجع رش محمد. مثل ما ملاحظين لانه الباور 1 على 16، الاي دي 400 ممكن يعطيني اشياء ما تهز كثير، يعني المهم تهز شوي، مش ما بدي الطحين ينزل بكثر. يلا 1 2 3، حلو حلو حلو. طيب انا حرش هلا وانتم خذوا الصور. واحد اثنين ثلاثة،
واحد اثنين ثلاثة. تمام. إذا مثل ما ملاحظين لأنه الباور واحد على 16 فعم بيرجع عم بياخذ بسرعة الريسايكل تبعه. فمثل ما شايفين فينا نعمل إفيات رائعة جدا ولا عملنا شيء، بعدنا على مثل ما بيقولوا لايت واحد وكله نفس الشيء. شوفوا كم إفي أخذنا، أنتم بتختاروا اللي بتعجبكم. فينا كمان نعملها بالإيدنا، يعني نزقف هيك شوي بالطحين ونقول شوفوا كيف في اللي ما بده يستعمل يعني في يعمل أي إفي، واحد اثنين ثلاثة. أيوة. فإذا فيكم تعملوا أي إفي بدكم إياه، بيطلع كمان رائع جدا. إذا هيدي الفكرة الأولى، إنه كيف نقدر نصور كيك معين أو شيء معين ونقدر نطلع منه إفي حلو كتير. فهيدي كمان فيكم تعملوا لها الكروب اللي بيعجبكم. افتح شوي افتح شوي، مثلا فيها تكون سكوير مثل هيك، فيها تكون ما بطحين بلا طحين، صورناها بكذا إفي حتى قبل ما نرش الطحين كان عندنا صورة كتير حلوة مع الأسود. تمام. الآن حننتقل إذا حدا عنده أي سؤال وحنركز الشغلة الثانية. الشغلة الثانية هي حتكون بـ continuous light، يعني حسكر strobe light. مثل ما شفتوا برجع بقول الإعدادات كانت هي بسيطة جدا، إنه صورنا بفلاش واحد، استعملنا سوفت بوكس 50 ب 70، ما إنه سوفت بوكس كتير كبير، بلكسي جلاس أسود مشان الإنعكاس، اللي ما بده إنعكاس يحط على كرتوني سوداء ما فيها مشكلة. بالنسبة للفتحة كانت أنا صورت على فتحة 8، الأيدي 400 كان 1 على 16. بالحالات اللي بدكم تستعملوا فيها حركة، يعني بدكم ريسايكل سريع، حاولوا تاخذوا قوة الفلاش صغيرة مشان يكون الريسايكل سريع. لو أنا حاطه فول باور ما بقدر باخذ لقطات متتالية، فكل ما نزل قوة الفلاش كل ما أعطاني لقطات متتالية أسرع. كانت فتحة العادة الساعة 8 برجع بعيد، الايزو على 100، شطري على 1 على 200 لأن عم بستعمل ستروب لايت، وانتهت الفكرة بهالطريقة. إذا الفكرة الثانية هي عبارة عن إنه أنا داخل استوديو عندي كيك، عندي كرواسون، عندي أي شيء معين وبده باك جراوندات مختلفة. فبعتقد نحن حنستعمل اليوم طريقة جديدة حنفرجيكم إياها كيف تقدروا تستفيدوا بالباك جراوندات المختلفة بس عن طريق التي في. يعني حنستعمل تلفزيون، عندنا التلفزيون مثلا 50 انش، 40 انش، 65 انش، قد ما عندكم، وحنشوف كيف سوا كيف حنركزوا مع الكونتينيوس لايت ونصور فيه بطريقة نحط ألف خلفية، نكبر نصغر نعمل بدنا اياه بس عن طريق التي في. يعني اليوم فيكم تنزلوا ألف باك جراوند عن طريق جوجل، عن طريق الانترنت كمان فور فري، ولكم حق الاستعمال تبعهم وتستعملوهم خلف البرودكت اللي عم تصورون، كان منتج ساعات ولا مجوهرات ولا اي شيء بدكم اياه. فممكن مش بس هيدي تنفع للكيك، يعني ممكن تنفع لاي شيء ثاني. فاذا الان نبدا نحضر سوا. اذا بس انا وعم برد على الاسئله، فينا نرد على الاسئله؟ حدا عنده سؤال؟ ايش اس؟ ايش قصدت؟ شو بقول؟ ستروب فلاش. انا لما قلت ستروب يعني فلاش الومضة اللي صورت فيه الان، فلاش ومضة. بس الان انا حصور باضاءة الفكرة الثانية اللي حستعملها مع التي في، فيها تكون باضاءة ومضة بس حنحاول. في منتج جديد نزل من جودوكس اللي هو ال 150 ال اي بي اي وال 200 ال اي 200 بي اي، نزلوا منتجين جدا كثير رائعين صغار جدا وكذا، حنحاول نصور فيهم. كل شيء بيصير بالكونتينيوس فينا نعمله بالستروب، بس مش كل شيء فينا نعمله بالستروب بيصير الان بالكونتينيوس. يعني بعد في اشياء معينه مش ضروري نحكي عنها، اشياء ما بتصير بالكونتينيوس لايت بدها ستروب بعد لايت.
بس الكونتينيوس الإضاءة المستمرة عم تتطور بشكل كبير، فممكن قريبا جدا جديد الآن هستعمل مثلا شاشة تي في، هقربها لمكان تقدر. تمام، سكرت. شوفوا شو عامل، حطيت خلفية بيضة بلكسي جلاس اي اللي بدكم اياه، وحعمل حطينا صورة شباك على البق على شو اسمه التي في، وحناخد بارت من الشباك او كله او نصه. اول شيء بعمله هو اني قبل ما احط اي اضاءة، قبل ما احط اي شيء، ايش بدي اعمل؟ لازم عادل نور التلفزيون داخل الكادر. يعني انا اهم شيء عندي هلا اضاءة التي في، بعدين لما احط المنتج اضوي ايش؟ حضوي حضوي المنتج بالطريقة الصح. الان اول شيء بدي اعمله اني اخذ صورة للتي في وشوف اذا عندي ضوء ولا ما عندي ضوء. شوفوا عندي عتمي توتال، فاللي حاعمله بعدنا على اف 8، على اف 8 مثلا لو دخلنا اف 5.f8 وحفتح شطر على 1/30 مثلا، 1/30 شطر. اوكي، بلش يعطيني جمالية حلوة، بس في يمكن ميول صح؟ الآن كويس؟ لا مال. صح. طيب شوفوا هلا الشباك هيك ما حلو، بدكم تطلعوا كله لازم ابعد لورا لانه معي ماكرو 105، فاذا بدي اطلع الشباك كامل بدي اضطر ابعد للخلف، وقعد ما فيني ابعد بعد. لو معي زوم لانس اوكي، بس انا افضل على طول الماكرو لانه حدوديتها بتعطي حدوديه عاليه جدا. بس شوفوا كل ما عم كبر الشباك كل ما ايش المنتج حيصغر. فهلا نحن حنحط الكيك ونشوف اذا المنتج صح ولا لا. تمام، اذا شوفوا حتى قدرت صورت كانها صوره جاي من صوره اصليه. يعني في ميول، في شويه ميول. انتبهوا الميول بتشوفوه على الصورة يمين بيكون هو يسار، بيصير عكس. فإذا كان الميول مال يعني كتير صعبة انك تزبط هي. خلاص تمام تمام تمام. هلأ يمكن انا بفضل انه يكون بعد فيه ضوء اكتر، فحاطلع بالايزو ل 125، ايزو 125 ونشوف اللايت افضل. تمام، ولا اعلي شوي مثل ما بدكم. اذا بدكم تعلوا بعد الضوء فينا نعليه لل 160، ايزو 160 وناخذ صوره ونشوف ايش صار عندنا. بعتقد هيك افضل شيء. طيب هلا بنجيب المنتج وجايبين تارت على فواكه. كان معنا اكلير ستروبري لما صورنا هونيك. هلا مثلا لو جينا حطيناها هون كانها هي على الحفه تبع الشباك مثلا، بس شوفوا المنتج قديش صغير حيطلع. فممكن نحن ايش نعمل بعدين نقرب. شوفوا إضاءة صفر لأني ما حاطت عليها إضاءة، بس المنتج صغير جدا، فأنا بفضل إني أقرب شوي
أو جيبوا صورة لشباك أصغر. فأنا هعمل طريقة الآن بهيك، هاخذ هيك بارت من الشباك، هاخذ بارت من الشباك، ومثل ما شايفين عم بشتغل أنا معكم. بنرجع ناخذ الشباك، صح إضاءته؟ صح. إذن الآن حجيب التارت وحطه على جنب الشباك. أوكي، وهالآن حناخد صورة ونشوف. هلأ إضاءة البرودكت ما مش فارقة معي منها، لأنه حنرجع نضويها. فيمكن بدي نزل شوي أيوة هيك أفضل. إذن هلأ بمجرد ما زبط معي كله أوكي، الآن فيني طفي كل الإضاءات، لأنه في أمرار بيعمل الإضاءة بتعمل فلكتويشن، يعني بتعمل ترددات وبتوصلني إنه ساعة يطلع أبيض ساعة يطلع أحمر ساعة يطلع أزرق، حسب لأنه عم بستعمل إضاءة مستمرة. فأعدم إضاءة الغرفة. مثل ما لاحظتوا الآن كل شيء رائع جدا ما عدا إيش؟ المنتج. فإذا أنا اللي هعمله الآن هو التالي، هنرجع نركز على المنتج وناخذ صورة. مثل ما ملاحظين حتى الشباك خليته ان فوكس، ليش؟ لانه عم صور على اف 8. هلا شوفوا شو رح نعمل باضاءه الكونتينيوس. هاخذ ال ال الاس ال اي 150 اللي وصل جديد، كمان فلاش رائع جدا كونتينيوس لايت، حطه على جنب الشاشه ونزل الاضاءه من هنا. هذا بما انه كونتينيوس ما في كهرباء، فمنوصل على الكهرباء لانه ما بيشتغل على الكهرباء. ده هناخذ لهنا ونوصله على الكهرباء. طيب حنعطي اضاءه تقريبا، بدنا نعليها شوي لانه بدي اياها تصيب من فوق، وحناخذ صوره جديده ونشوف ايش حيتحول معنا. شوفوا كيف مباشره اعطتني. هلا اذا بدي خفف الاضاءه فيني خففها، اذا بدي غير لها لونها فيني غير لونها. وشوفوا كمان الشادو اللي طلع على جنب يلي هو كمان بدل انه الضوء جاي من برا على الجسم. فاذا فيني اعطي شيء بعد اكثر، فيني غير البوزيشن، علي شوي كاميرتي اذا بدي اخذ الفروت اللي فوق اكثر، واعمل زاويه شوي خفيفه وحطها فاين. الان الاضاءه خفيفه ولا قويه على جسمه؟ فينا نخفف، فيني خففها. هذا الفلاش بيسمح لي اني اخفف الاضاءه. مثلا هلا حاطط 44%، عندي الكلفن على 5600، هذا بي اي كمان في يوصل لضوء الشمس. وحاعمل صوره شوي حلوه. هلا بدكم تزيحوها هيك للتورتة، بدكم تاخذوها على النص، فيكم تعملوا اللي بدكم اياه. طلب منا الكنترول انها تكون هنا صح؟ بتطلع احلى هيك، فحناخذ صورة هيك كمان ما عندنا مشكلة. كده؟ تمام. إذا قد ما بدنا فينا نكبر المنتج ونصغر الباك جراوند. هي عبارة عن شو؟ اني بقرب أكثر و بعمل الزاوية اللي بتوصل للتورتة، بس أهم شيء يضل مبين إنه منظر فيه منظر شباك عنا. وهاخد الصورة مرة تانية وتشوفوها كمان على أكبر. مثلاً الآن ترجمني إياها. حلو تمام. إذن الفكرة كلها إنه نعطي كأنه جاي الضوء من وراء. فينا نغير الخلفية الشباك لنشوف شو بصير معنا. الآن كمان خليني أفرجيكم شغل بهذا الفلاش ال 150 LA،
بي اي فيني اخذ سيتي فيني غير الكلر مثلا هلا 4000 كلفن، ليه كيف حيتغير اللون؟ حيصير كانه جاي لون صفار الشمس مثلا شوي ضارب على صفار، عم تلاحظوا شو عم بصير؟ فيني اعطيه بعد مور، يعني خليني اصور لكم صوره كثير وورم. انا بعمل 2700 كلفن، لما بوصل ل 2700 كلفن انتبهوا اللي عم يتغير هو بس الشباك الفروتس، ما عم يتغير الشباك لانه الشباك ما عم يتاثر بالاضاءه. شوفوا من هذا الضوء لانه هذا في سي سي تي يعني اللي هي كولر كوركشن تمبرتشر، وهذا ضوء الشمس. شوفوا الصورتين جنب بعضهم قديش الفرق بيناتهم. هذا ضوء الازرق وهذا الضوء الاصفر، بس اخذتهم من الفلاش. فيني وصله على النص اللي هو لازم يكون هلا ليطلع لي صوره حلوه، لازم يكون 4800 كلفن بعتقد. اذا باخذ صوره الان وبعتقد هذا الضوء اللي لازم يكون صحيح ليعاكس من الخلف. طيب فينا نغير صوره الشباك. هلا نحن حاطين على يو اس بي وحاطين على شو اسمه صور شبابيك كثير او صور باك جراوندات. شو هو؟ يلا اخذنا صوره شباك ثاني، مع انه كان الكنترول وعدنا بمجموعه من الشبابيك ومجموعه من شو اسمه، امبارح كانوا ثلاثه اليوم صاروا اثنين. طيب الان حنغير الشباك لشباك ثاني. كبري شوي، كبر الشباك شوي. اوكي تمام، لنشوف كانه نحطه كانه بجنينه مش بشباك صار. بس اهم شيء الفكره كيف نوصل ضوء التلفزيون بالطريقه الصح. اوكي انا حاخذ صوره الان، ما غيرت لا اضاءتي ولا غيرت الشاشه ولا غيرت شيء. شوفوا كيف طالعه الصوره. يعني الفكرة اليوم اللي كلنا بدنا نشتغل عليها أو حبينا نشتغل عليها ونفرجيكم إياها، كيف فيكم تستعملوا التي في الآن لتقدروا تاخذوا صور حلوة ومقبولة، يعني كيف تغيروا الباك جراوند تبعكم. حتى إذا بغير الأنجل حيطلع معي شيء تاني مختلف. شوفوا كمان شيء رائع. فاذا عندنا شي صور بعد بالباك جراوند، عندنا صور باك جراوند بعد، عندنا صور باك جراوند غير دول اثنين ما في. طيب اذا الفكره كلها كانت هي كيف انه عم نصور بفلاش واحد ان كان ستروب ولا ان كان اضاءه مستمره. بس الحلو بال150 ال اي 150 بي اي انه في يوصل ل 6500 كلفن وفي ينزل لل 2700 كلفن لانه في كولر كوركشن تمبرتشر، وحجمه صغير كمان بيتنقل معكم وين ما كان. ومثل ما شفتوا استعملنا مونيتور يقدر نعمل منه باك جراوند، وبالبدايه عملنا طريقه ثانيه كيف صورنا على ستروب. هلا طبيعي فينا ناخذ صور كمان يمكن مختلفة باتجاهات مختلفة، نكبر لأنه معنا ماكرو حلو كتير الماكرو. وفيكم تعملوا اوت اوف فوكس للباك جراوند مثل ما اتفقنا أنا وياكم إنه الباك جراوند كتير اوت اوف فوكس لما بنشتغل بفتحة العدسة. لما نشتغل بفتحة العدسة فينا نعمل اوت اوف فوكس الباك جراوند، بس أنا حاول بالماكرو لينز صور التورت التورته اكثر شوي. يعني حاخذ يمكن ازيحها شوي هيك اللي بين التوت واصور هيك، باخذ وحده بالعرض لشوف. هلا شوفوا هون شو حيصير معنا، حيطلع التوت شوي غامق صح؟ وهي مش على النص اصلا. وهيدي كنت حابب اعملها الصوره لفرجيكم كمان شو فينا كيف فينا نظبط الوضع اكثر. اوكي هلا اللي حاعمله حفتح اضاءه ثانيه.
اول شيء خليني اجرب اذا بريفليكتر بتنحل مشكلتي ولا لا، لانه عم استعمل كونتينيوس لايت، فممكن الريفليكتر مش يكون ما يكون كتير مؤثر، بس بعتقد ممكن يحل لي المشكله. طلع ايدي حلت المشكله. اوكي وضح جماليا صار بجنن. فشوفوا كيف طالعه. ومثل ما قلت لكم فيكم تحطوا قد ما بدكم باك جراوند، فيكم تغيروا الباك جراوند اللي بتعجبكم، فيكم تغيروا الطريقه اللي عرضنا فيها الكيك. كل واحد عنده اكيد طريقته الخاصه. تمام. فاذا حناخذ اخر صوره. وتحلت المشكله اللي كانت موجوده عندنا كسواديا. فاذا فينا نعمل مثل ما شايفين، اخذت الباك جراوند، زغري الباك جراوند، زغريها بعد، زغري الباك جراوند على الاخر، زغرناها. طيب لو جيت رفعت شوي الكاميرا كمان واخذتها كانها شايفه على الشباك. تمام فوكس. هنا حيبين التوت كمان غامق لانه عنده سواد وما في اضاءه. وحناخد صورة تانية نصور. تمام خلصت. فشوفوا الإفيهات اللي ممكن تحصلوا عليها بواسطة التي في. طيب الآن بهذه بكون نهينا الحلقة، وبنتظر منكم أي سؤال بتحبوا جاوبكم عليه. أنا جاهز. نقدر فكرة التلفزيون ما نقدر نستخدمها بفلاش الومضة، أكيد نقدر نستخدمها بفلاش الومضة. قلت لكم كل شيء فينا نعمله بالكونتينيوس ممكن يصير بكل شيء فينا نعمله بغير تصوير الفيديو، غير تصوير الفيديو. كل شيء فينا نصوره بالإضاءة المستمرة فينا نصوره هو نفسه بإضاءة الومضة. فأنا لو هلأ عم بستعمل إضاءة ومضة حيطلع معي نفس النتيجة، بس أهم شيء كيف عادل بالنسبة لإضاءة الإضاءة المستمرة. حتنزل حتعلي، حتقدر تتحكم كمان بالكولور تمبريتشر، بينما بالومضة بدك تصير تحط فلاتر معينة أو تلعب بالوايت بالانس لتقدر توصل للون الصحيح اللي تبغاه. فمشان هيك كان عندي إني استعمل فلاش الجودوكس يلي هو كونتينيوس لايت بهذا التصوير، لانه بقدر اغير الكولر تمبريتشر وبدي اخلي الباك جراوند زي ما هي، بس بدي اغير كولر تمبريتشر هنا يعني حراره اللون بهالمنطقه. فعشان هيك استعملت الاضاءه المستمره لانه اسهل علي من اني استعمل كولر كوريكشن فلتر على الفلاش نفسه. اي سؤال؟ طيب مثل ما شفنا اليوم صورنا بطريقتين، حاولنا نستعمل التلفزيون كانه باك جراوند. اليوم الباك جراوندات الموجوده بالتلفزيون فينا نستعمل الكمبيوتر الباك جراوندات كثير 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 كثيره، وفينا نستعملها ان كان بتصوير الاطعمه او بتصوير المنتجات او تصوير الساعات مجوهرات اللي بدكم اياه. بس الفكره انتم كيف تعادلوا اول شيء لون التي في يكون عندنا صح، بعدين نعادل إضاءة على المنتج، لأن الإضاءة فينا نتحكم فيها، بينما التي في ما بنقدر نتحكم بإضاءة هي إضاءة واحدة. بما أنه ما عاد في ولا سؤال، مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة أنه تابعونا الأسبوع القادم، ما حيكون في حلقة، حيكون بعدها بأسبوع، لأنه حنكون عم نجهز لنعيد اليوتيوب مسابقات، حلقات المسابقات على اليوتيوب وعلى الانستغرام، حيبداوا ان شاء الله من اخر اسبوع في شهر 8. فاذا واللي بده حابب يعرف، وعن جد حلقه قيمه جدا جدا جدا، وبنشكر الاخ محمد قحوي اللي عمل الحلقه المقارنه بين ار اس 2 وار اس 3. في شوف على الستوري تبع عبد الواحد الانستغرام، وفي لاحق القناة تبع محمد قحوي ويشوفها هناك كاملة وموجودة باثنين كاملة. فإلى اللقاء مش الأسبوع القادم، اللي بعده إن شاء الله. نشوفكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah.